تحت شعار صغار كبار، أقامت مديرية التربية في اللاذقية بالتعاون مع فرع اتحاد شبيبة الثورة وفرع طلائع البعث الحفل الختامي لمهرجان الفنون على خشبة المركز الثقافي باللاذقية. العروض الأخيرة لمهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا في محافظة اللاذقية. الحقيقة يعني استطعنا أن نؤدي الهدف، وهو تفجير طاقات الشباب والأطفال ومواهبهم من خلال العروض التي قدموها في مختلف مجالات الفنون. كان لدينا على مستوى المدارس اختبارات، وعلى مستوى المناطق، واليوم هو على مستوى المحافظة. ختام هو حصيلة مراحل عدة مر بها المهرجان، ابتداء من مستوى المدارس وحدات المدارس وصولا إلى المناطق ووصولا إلى اللحظة الآن. الأعمال كل حدا عمل شيء رياضي، شيء رسم، شيء أعمال فنية، شيء له علاقة بالرقص، شيء له علاقة بالفنون الشعبية. يعني تم انتقاء أفضل عروض بأكثر من مرة، لأنه كل مرة يكون في لجان تحكيم تنتقي أفضل العروض، ووصلوا للمرحلة اللي احنا فيها هلأ. تضمن الحفل افتتاحا لمعرض الأعمال الفنية البصرية الجمالية، وضمن الفقرات تم تقديم فيلم وثائقي عن المهرجان. كان عندي فقرة كورال، عزف وغناء، مدرسة الشهيد منصور خليل نصور، وبعتقدنا الإعجاب وإن شاء الله نكون من الناجحين. كثير حبيت هذا المهرجان، نمى شخصية الأولاد بشكل مطبيعي، خلى عندي ثقة بالنفس أكبر، عقليتهم فهموا الوضع أكثر، فهموا شو عم يشتغلوا، لوين رايحين، شو الفكرة، وانه دائما نطور. تجربه كثير حلوه، انه بعد كل هالسنين والازمه لسه في مواهب ولسه عم يشتغلوا، وفي كثير عروض حلوه. نحن عقله عددنا كن عملنا شيء كثير حلو. مشاركه بالفقره الرياضيه بفقره الشرايط، صراحه هذه كانت من احلى الايام اللي انا قضيتها بالمدرسه، وتعبنا كثير صح، بس كانت نتيجه كثير حلوه. مهرجان الفرح كثير قدم لنا شغلات كويسه، فينا متسلفه وعلمنا العزف. وفي الختام قدمت الفرق المدرسيه المشاركه في المهرجان عروض فنيه، منها العزف والكورال والغناء والرقص، الفلكلوري والعروض الرياضيه.